بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الحبيب، أي مشوار تتحرك به، أي حركة تقوم بها، أي مكان تنتقل له، ينبغي أن تتذكر هذا الدعاء الذي حرص عليه النبي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. احفظه معي رجاء الآن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 7 كلمات، احفظه رجاء. وسنتدبر هذا الدعاء العظيم الذي تكفل النبي لكل من قاله 7 مرات أنه لا يضره شيء بإذن الله، لا مرض ولا حادث ولا أذى ولا أي شر يمكن أن تتخيله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 8 كلمات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 8 كلمات. دعاء من 8 كلمات بعدد أبواب الجنة. ماذا يحدث إذا قلت هذا الدعاء؟ أول شيء أنت تقول أعوذ. ماذا يعني ذلك؟ أنا عذت بفلان، التجأت إليه. عذت بك أي طلبت منك الحماية، يعني إنسان هرب من مجموعة تريد أن تقتله ولاذ بقبيلة مثلا، أو لاذ بشخص قوي، أو استعاذ به، يعني طلب منه الحماية. أعوذ أي أحتمي. أعوذ بماذا؟ بكلمات الله، يعني أنا كأن كلمات الله أريدها أن تكون حصنا يحميني من الشر. أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات غير كلام البشر، نحن كلامنا عشوائي لا قيمة له، ولكن كلام الله، كلمات القرآن كل كلمة لها ملك يحرسها ويحفظها ويحفظ قائلها. آية الكرسي من يقولها، هناك ملائكة متخصصون بحماية وحفظ من يقرأ آية الكرسي، وهي آية تقرأها خلال أقل من نصف دقيقة. أعوذ بكلمات الله التامات، القرآن هو من ضمن كلمات الله التامات. بماذا أحتمي؟ من شر ما خلق بشكل عام. طيب، هل هناك شيء في الكون خلقه غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هل هناك مخلوق في الكون؟ هل هناك موجود لم يخلقه الله؟ إذن أنت تقول يا رب التجأت إليك واحتميت بكلماتك التامات، فهي حصن تحميني من شر كل المخلوقات، من شر ما خلق، يعني من شر كل شيء. إنسان يحسدني، هذا الدعاء يرد حسده عني. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حادث قد يصيبني لا سمح الله، يصرفه الله ببركة هذا الدعاء، إلا ما كتبه الله عليك لمصلحتك. طيب، زوجة تريد أن تؤذي زوجها، هذا الدعاء يرد أذاها عنه. ابن يعق أباه، هذا الدعاء يرد شر هذا الابن عنك. طيب، إذا قلت هذا الدعاء في البيت يصرف الشر عن أولادك أيضا، يصرف الشر عن البيت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قلته وأنت تسير في مكان ما، فإن الله يوكل ملائكة تحفظك، كما قلت لكم أيها الأحبة، كل دعاء له ملائكة تحفظ قائله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 7 مرات يأتي هذا الملك ليحفظك. طيب كيف يحفظني؟ أحيانا قد أخطط للذهاب لمكان معين فيتعسر هذا الأمر وأذهب إلى مكان آخر، فيصرف الله عني شرا أنا لا أعلمه.
قد يصرف الله عنك شر مرض أنت لا تعلمه، صرف عنك وأنت لا تدري، ببركة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لذلك أيها الأحبة، هذا الدعاء ينبغي أن نحرص عليه، ينبغي أن نفهمه، ينبغي أن نتفكر فيه. هناك كثير من الناس يقول أعوذ بكلمات الله التامات، يقولها 1000 مرة وهو لا يفكر فيها، دماغه فلان متى سينفعني، فلان أنا أخاف أن يضرني، فلان فلان، ينشغل دماغه في الدنيا وهو يقول أعوذ بكلمات الله التامات، يعني لم يستفد شيئا من هذا ولم يفهم شيئا. لا، بمجرد أن طلبت الاستعاذة، طلبت الحماية من الله، اعتبر أن الله حفظك، لأن الله لا يرد سائلا. الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، هو الذي يجيرك، هو الذي يعيذك، هو الذي يحميك، وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى. فلذلك أخي الحبيب، وأنت تقول هذا الدعاء، استيقن أن الله قريب منك الآن يسمعك، وكل ملائكة لحمايتك فترتاح. هذه الأدعية كلها مريحة والله أيها الأحبة، تريح النفس. بعض الناس يسعى لإنكار السنة، هذا مسكين. السنة النبوية كلها كنوز للأسف نجد بعض الناس يريد أن يبتعد عنها، كنوز، هي علاج لمشاكل العصر، هي طريق للسعادة. يعني أنا عندما أطبق سنة النبي، أول شيء أشعر بالسعادة عندما أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الدعاء هو مصدر للسعادة، مصدر يشعرني أنني مع القوي المتين سبحانه وتعالى، القادر على أن يحميني ويجيرني ويعيذني من كل شر. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الشرور، وأن يعيننا على فهم هذه الأدعية وعلى تدبرها، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.